تم اعتقالي والاعتداء علي أثناء الاعتقال، لأني كنت عمالي بتظاهر ضد قرار الإخلاء والتهجير اللي بمروا فيه أهالي الشيخ جراح، بالإضافة لأني كنت عم بحاول أساعد بنت كان مغمى عليها على الأرض، حاولت أني أساعدها فالجندي الإسرائيلي قام باعتقالي. الاحتلال ما بقى على الذكور بس ولا على الرجال بس ولا على الأطفال، الاحتلال وقع على كل عناصر المجتمع، نساء قبل الرجال والأطفال قبل النساء وقبل الرجال. يعني بدي أقول فعلاً أنه على مر التاريخ وعلى مر الانتفاضات اللي صارت في فلسطين دائماً كانت المرأة الفلسطينية في الصفوف الأمامية تواجه الاحتلال بكل قوتها، بالحجر وبالحذاء كمان بعيد عنكم، يعني كانت دائماً المرأة الفلسطينية مقاومة. يعني أنا انخلقت في مكان اللي يعني أجبرني، خلينا أقول، على أني أتواجد في ظل هاي الظروف الصعبة من اعتداءات وانتهاكات، تهجير قسري حصل معنا بال2009 اللي خلاني يعني أعيش هذا الجو وأخلق، يعني أكون كيف بدي أقول لك إياها، أخلق كمناضلة، امرأة مناضلة غصبا عني فتاة فلسطينية. دورنا يعني احنا بالنسبة لنا حسب تجربتنا هون كان دورنا اعلاميا وفي الميدان هون وفي بيوتنا كان دورنا كتير اساسي، يعني ما بقل اي درجة عن دور الشباب ودور الرجال، لانه احنا بحاجة لاي شخص واي حدا يوقف يعمل دور، لانه اي حد بيأثر. طبعا لخارج فلسطين النساء كلياتها عندها القدرة بصوتها بكلماتها بوجودها بتقدر تعمل اي اشي.